أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط علي العزيزي انطلاق موسم حصاد القمح في محافظة دمياط. جاء ذلك بعد تشكيل اللجان التي ستقوم باستلام القمح والممثلة لأربع جهات، وهي الزراعة والتموين والسلامة والغذاء، بالإضافة إلى أمناء الشوان والهناجر. وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية في حالة تأهب تام لاستلام القمح، وسط تعليمات مشددة بالتدخل الفوري لإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تعوق عمليات الحصاد وتوريد القمح. في داخل محافظة دمياط عندنا ما يربو على 30,150 مزروعة قمح حسب الحصر اللي معمول في الزراعة مع التنسيق مع مديرية التموين. مأمول منها مستهدف منها تحقيق كمية إجمالية على مستوى المحافظة ما يربو على 52,000 طن إن شاء الله هذا العام. بناخد عينة عشان نشوف نسبة الرطوبة فيها في بداية الموسم، لأن بتبقى نسبة الرطوبة تقريبا زايدة شوية. الهيئة مسلمانا جهاز في كل شونة، جهاز تقدير الرطوبة مبدئيا، يعني جهاز تقدير الرطوبة في كل شونة بنقوم من خلاله يعني طريقة أدق، إن إحنا عشان يعني ناخد الدرجة تكون دقيقة شوية بالنسبة للمزارع. لكن الحمد لله الأقمح اللي داخلة السنة نادي أقمح ممتازة خالية من الشوائب تقريبا. أنا بستقبل مع رئيس اللجنة القمح، نشوف درجة النظافة بتاعته، الحيازات بتاعت الفلاحين، تيسير دخولها القمح مصري ولا لأ، ودرجة النقاء في القمح، إن كان في صدأ إن كان في حاجة بتتفين، إن كان القمح قديم بيترفض برضه. كل التسهيلات موجودة هنا للناس تيجي وتورد بدون أي مشاكل وبدون أي إعاقات خالص. ومعانا هندا مندوب الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومندوب الزراعة ومندوب أبانية، فما فيش عندنا أي مشكلة خالص هنا في الشونة.